مساء الخير. مرات كتيرة ببقى حاسة إنه إحنا بنيجي وطبعاً مش شايفين إن الرب بحضوره موجود وسطينا، بس إحنا عايزين عينينا تتفتح إننا عايزين نشوف الحضور ده. على فكرة هو جه وسبق حضورنا، واي ترنيمه بنقوله فيها تعالى او عايزين حضورك او بنطلب نشوفك وكده، اعتبروها تعبيرات فنيه بتعني عايزين تتفتح عينينا على وجودك وحضورك، تعبيراتنا الانسانيه الفنيه في الشعر بتاعنا. لكن الحقيقه الكتابيه الحقيقيه هو ايه؟ هو موجود. هللويا. مين فرحان؟ هللويا. لا نسقف بقى زي ما الاساس سامح علمنا. ايوه هو موجود ودخل وقاعد ومستني عروسته وكنيسته. انا فرحانه، عشان كده الكتاب بيقول ايه؟ فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. انا طالب حضورك ولذه رضاك. تعالوا نفرح بحضوره، احنا طالبين الحضور ده معاه. أنا طالب حضورك ملذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ملذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا شخصك اتغير وان كان حبي سوى.
محضرك يهرب التنهد، في هيكلك الكل قائل مجد، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم للأبد. أشكرك أشكرك، لأن أول ما بنشوفك كل هم بيروح، كل تنهد يروح، وترسم ترسم الضحكة والفرحة على وشوشنا. أشكرك أشكرك عشان حضورك الغني الغني اللي بيحول كل مناحة جوانا. هللويا هللويا. يا نهر سباحة بنت خمري وراحة، يا محول المناحة في قلبي الهدي، يا أمرا كمان ليك مجد.
هللويا على حبك اللي عنوانه الصليب. الحب ده كله اللي عنوانه الصليب. بستقبل منك كل حب. بستقبل منك فتحة ايديك على الصليب. وكل حب بتبعته لينا بعته يوميها مع المصلوب يسوع، وبتبعته لسه تاني وتاني وتاني. يا أبرع جمال، يا أبرع جمال، يا أغلى 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 الوجود. احنا مش عايزين غيرك بس. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك. في الكل، كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب.
الرب، قول له مبارك اسمك، بارك الرب قدام اخوك كجسد واحد مع بعض. ينفع تعلي لي الكيك؟ في بطني يقول مبارك اسمك. مفيش زيك، حبك يفوق الخيال، حبك يفوق الخيال. فرحانة بنعلي غنانا باسم اللي فدانا، نرفع تسبيح Bismillah.
جمال من كل بني البشر. عينينا عليك. تفضلوا استريحوا وخلونا نسمع كلمات الترنيمة اللي جاية ونفكر فيها قبل ما نسمع الوعظة. عينينا ثابتة على الأبرع جمال، على الكنز، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. يسوع أنت كنزي العظيم، يا منبع الرحمة والحنان، كمريم اسمك لي سمعي تقد سبيتني مدى الزمان. اشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان. جراحك حماية، كلامك ينير للطريق، وروحك يا سيدي النصير يعينني في وجه كل ضيق. يا كل مشتهي لك كل مجد وإكرام. آمين. يكون لنا وقت نسمع رسالة الليلة مع جانب الأسيس سامح موريس. مساء الخير على الناس الجميلة اللي تحدت البرد والعاصفة الترابية وكل تغيرات في الطقس ودرجات الحرارة وقررت برضو تيجي. إيمان قالت لي أنا هتفرج عليك عشان يمكن ما يبقاش في حد موجود، يعني ما تحسش بالغربة أو حاجة زي كده. فأنا عايز أسلم على جنبك كده أقول له برافو عليك إنك موجود النهاردة في بيت الرب، وفرقش معاك
احنا الاسبوع اللي فات كان اجازه صح؟ كان العيد. كل سنه وطر حضراتكم طيبين. وده تقريبا اول احد في السنه الجديده 2019 نلتف فيها معا حول كلمه الله ورسالته لينا. عايز اكمل الحديث اللي ابتديناه يوم راس السنه، لان احنا مش عايزين الشعار ده يبقى مجرد يعني صوره جميله بتزين الكنيسه، لكنها المقصود بيها تبقى رايه مرفوعه امامنا ككنيسه واحنا بنتحرك طول السنه. وما اجمل هذا الشعار والفكره بتاعته، احنا تلاميذ للمسيح، احنا بنتبع شخص اسمه يسوع، وشوق قلبنا انه يزيد في حياتي الشخصيه وفي بيتي وفي شغلي، واكيد بالتالي يشد في الكنيسه، وبالتالي اكيد هيزيد في المجتمع ويعرف يسوع المخلص بين الناس. دي حاجه مش عايزه سنه، دي عايزه رحله العمر كله، لكن على الاقل احنا عايزين سنه نفضل نقولها لروحنا لغايه لما تبقى دي المحور اللي بتدور حواليه حياتنا. احنا بنعيش به وبنعيش له، بنعيش بالمسيح وللمسيح، وكل ما زاد المسيح كل حاجة بقت أفضل. لكن التحدي الكبير اللي اتكلمت عنه في رأس السنة إنه يوحنا ربط ما بين هو يزيد وأنا أنقص، وقلت إنه يمكن هو يزيد أسهل بكتير قوي من هو ينقص، ولأن أنا وإنت مش عايزين أنا أنقص، أنا وإنت مش عايزين أنا أنقص، فهو بالتالي مش بيزيد. مهما عولت انه يسوع يزيد في حياتي من غير ما انا ما بتحصلش. باخد خلوة اكتر، بصلي اكتر، بطلع مؤتمر اكتر، بتعهد اكتر، ما بيزيدش، لاني انا مش موافق ان زيادته تعني اني انقص. وقلت يوم راس السنة الحقيقة ديت، ان ليه يا يوحنا هو يزيد وانت تنقص؟ لمصلحة مين؟ لمصلحة الناس، لمصلحة الناس يسيبوني ويروحوا له. أنا بعمد بمعمودية التوبة، لكن هو يعمدهم بالروح القدس والنار. أنا مش بعطي حياة بس هو بيعطي حياة، أنا مش بغفر الخطايا هو بيغفر الخطايا. يا ريت يسيبوني ويروحوا له، أنا جيت عشان أشاور عليه، أنا مش جيت عشان أخد الناس منه، أنا جيت عشان أزق الناس عليه. طبعا من مصلحة الناس هو يزيد وأنا أنقص. طب وإنت؟ ومن مصلحتي أنا كمان، من مصلحتي أنا في حياتي الشخصية أني أنا أنقص. أنا اللي عامل المشكلة، أنا اللي عامل المشكلة بيني وبين ربنا، أنا اللي عامل المشكلة بيني وبين مراتي، أنا اللي عامل المشكلة بيني وبين ولادي، أنا اللي عامل المشكلة في الكنيسة، أنا هي المشكلة. وهو الحل. إذا اتفقنا على هذا التشخيص يبقى هو يزيد وأنا أنقص، معادلة صحيحة 100%. في حاجة جوايا رفضاها، كبريائي. في حاجة جوايا مش قادرة تقبلها، أنانيتي. في حاجة جوايا بتقاوم الحقيقة ديت. عشان كده هو ده الصراع، هو ده الجهاد الحقيقي، هو جهادي مع نفسي اني اقبل الحق، اقبل انه هو يزيد واني انا ايضا انقص. النهارده في رحلتنا مع السنه الجديده ربنا حط على قلبي هذه الرساله. طب هو يزيد ازاي؟ هو يزيد، انا تكلمت أكتر عن إزاي أقبل أني أنا أنقص، لكن هو يزيد. بتحصل إزاي العملية ديت؟ إيه الميكانيزم الإلهي اللي اتكلم عنه الكتاب؟ ويدوري أنا وإنت في تحقيق هذه الأمنية أن ذاك يزيد وأني أنا أيضا أنقص. اسمحوا لي أقرأ معكم بعض الأعداد، كلها من إنجيل يوحنا ومن اللقاء الأخير بين المسيح وبين التلاميذ، اللي حط فيه ملامح رائعة وجميلة عن الحياة المسيحية.
هرى من إنجيل يوحنا 14 و15 و16 و17 أعداد متفرقة. أصحاح 14 هقرا من عدد 12. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعمل هو أيضا ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. بس العبارة اللي جاية، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أصحاح 15 ومن عدد 26. متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. من أصحاح 16 وهقرأ من عدد 12. إن لي أمور كثيرة أيضا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. أصحاح 17 عدد 1. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال، أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطان على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. عدد 6. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. عدد 10. وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. أما دانيك صلي قول يا رب فضلك كلمني ونور عيني لأفهم ما يقوله الروح للكنيسة. هذه كنيستك وشعبك يا رب، كلمنا وقدنا في الرحلة السنة دي كلها، حط علامات على الطريق، علامات لا يخطئها عين، لنميز الأمور المتخالفة، لكي لا نضل الطريق، لكي لا نضل السبيل يا رب. نور أذهاننا وكلمنا في شفاعة المسيح يسوع، آمين. القراءات اللي قرأتها لحضراتكم كلها كلمات قالها المسيح، يا إما قالها للتلاميذ يا إما كلم بها الآب وهو يصلي. عشان كده ليها دلالة خاصة. ده المسيح بيكلم الكنيسة، ده المسيح بيكلم الآب، وفي النهاية بيصلي وبيطلب الطلبة دي، بيطلبها. وإذا كان هو بيطلبها بالأولى إحنا نطلبها، وإذا كانت دي شق قلبه اللي بيتمنى أنه يتحقق، يبقى أكيد لازم يكون ده شق قلبنا. أكيد مش هنعيش لحاجة غير اللي هو عايزها، أكيد مش هنعيش لحاجة غير اللي هو بيتمناها، وإلا يبقى أكيد إحنا ضللنا الطريق. ودي مشكلة كبيرة قوي لما الكنيسة بتبتدي تعيش مش للمشيئة الإلهية، مش للغرض اللي موجودة من أجله، مش للي المسيح عايزه. وده اللي بيربكنا في الحياة، وده اللي بيصدمنا، وبنوجد هو ليه ما فيش نتيجة، هو ليه احنا مش لاقيينه، هو احنا مش لاقيين البركة ليه، هو ربنا مش موجود ليه، هو ليه أنا مش ماشي في السكة. هو رسم طريق وقال في طريق أحكامك يا رب انتظرناك، في طريق أحكامك. دايما أقول العبارة دي زي بالضبط اللي بيركب القطر، ما ينفعش تستنى القطر في بيتكو، ما بيعديش على بيتكو، صح؟ ما بيعديش على بيتكو، صح؟ يمكن أوبر دلوقتي بيعدي، يمكن بيعدي، لكن القطر ما بيعديش. أنا لازم أركب القطر من الايه؟ من المحطة بتاعته، من المحطة بتاعته.
في طريق أحكامك في 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 سكة. أنا لما بروح هناك في السكة دي القطر بيعدي هناك وأنا رايح في الطريق بتاعه، وبيروح في سكته القطر أنا ما بسوقوش، أنا بركبه عشان هو يوصلني للمكان اللي هو عايزه. وده الغرض، الكنيسة لازم تركب القطار الإلهي، الكنيسة لازم تنتظر ربنا في محطته الإلهية، وإلا مش هتلاقيه، هتحبط وهتضعف وهتفطر وهتبرد وهتفضى. لكن الكنيسة اللي هتعيش في الطرق الإلهية وهتنتظر الرب في سكته وهتطلب مشيئته هتلاقيه، وهتلاقي معاه الغلبة والنصرة والبركة وكل ما تتوقعه وتنتظره في الرب. هكذا صلى المسيح في بداية صلاته الشفاعية في بداية يوحنا 17. دي الكلمات اللي نطق بها، تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب أتت الساعة. وده كان شعار مؤتمر كامل احنا خدناه، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. المفروض دي تبقى صلاتنا طول الوقت، أيها الآب مجد يسوع، مجد ابنك عشان ابنك يقدر يمجدك. معادلة مهمة جدا لازم نفهمها، اللي بيعلي يسوع، اللي بيرفع يسوع، اللي بيمجد يسوع، اللي بيشهد عن يسوع الآب، وهو طلب ده من الآب، واحنا من حقنا ومطالبين يبقى دي شهوة قلبنا، ان لما بنصلي ونقول يا أبانا الذي في السماوات نقول له ايه؟ يتقدس اسمك، مجد اسمك، مجد شخصك. عشان الآب يتمجد لازم الآب يمجد مين؟ الابن. هنقول ليه؟ عشان الآب يتمجد ليمجدك ابنك أيها الآب مجد ابنك. لازم نفهم المعادلة دي كويس قوي، حتى شكلها لاهوتي معقد بس مضمونها في غاية الأهمية. وإذا الكنيسة مش فاهمة العقدة ديت مش هتعرف تصلي ومش هتعرف تعيش. صلاة المسيح أيها الآب مجد ابنك، لما كلمهم عن الروح القدس في الأصحاحات اللي قبلها وقال ذاك يمجدني أصح 16 مش كده، يأخذ مما لي ويخبركم. يعني الروح القدس سيرسله المسيح من الآب عشان يعمل إيه؟ ليمجد مين؟ يمجد الابن. فالمسيح بيصلي للآب أن يمجده، وبيقول الروح القدس اللي أنا هأرسله هدف مجيئه الأول هو ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وبعدين بيقول لهم في أصحاح 14 هو يشهد لي الروح القدس وأنتم أيضا تشهدون لي. يعني بيتكلم عن ثلاثة، الآب يشهد عن الابن زي ما شهد هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا، والروح القدس يشهد عن الابن ويمجد الابن، والكنيسة تشهد عن الابن وتمجد الابن. هكذا يزيد يسوع لما التلاتة دول يقوموا بالدور ده. أقولها تاني، عايزين يسوع يزيد، عشان يزيد لازم الآب يمجد الابن، لازم الروح القدس يمجد الابن، لازم الكنيسة تمجد الابن. ليه العقدة دي؟ ليه مركز أن يتمجد الله وأن تتحقق المشيئة الإلهية اللي هنقولها بعد شوية عن طريق أن يمجد الابن من الآب ومن الروح القدس ومن الكنيسة؟ ليه؟ الإجابة واضحة، وإذا أنا مش مقتنع بيها مش عارف أعيشها ومش عارف أصليها ومش عارف أكون مسيح حقيقي. ليه الصورة هنا للابن؟ ليه الابن في المركز؟ ليه الموضوع يدور حول المسيح لما احنا عايزين نمجد الآب نمجد الله؟ ليه عن طريق الابن ليمجدك ابنك؟ ليه؟ جابة دي مهمة قوي، وبعدين هنتكلم عن التطبيق العملي، بس خليني أجاوب ليه. واحد،
لان انا عمري ما هفهم ربنا ولا هشوف ربنا ولا هعرف احب ربنا بصحيح الا لما الابن بيوريني مين ربنا. المسيح قال لا احد يعرف الاب الا الابن. محدش يعرف الاب، محدش، ولا الانبياء سمعوه انسبايرد ألهموا من الروح القدس، بس هم ما يعرفوهوش، هم ما شافوهوش، الله لم يروا احد قط الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له. ليه؟ لان الابن هو صوره الله غير المنظور. ما حدش فينا شاف الاب ولا يرى، بيقول الكتاب ولا يرى، لان الله روح ولا يرى. طب انا ازاي هعرف شخص واحبه واتعلق بيه واديله حياتي وانا ما شفتوش وانا ما اعرفوش؟ عشان كده الابن هو الطريق لمعرفه الاب، لانه هو اللي تجسد والكلمه صار جسدا. ليه؟ عشان يقول لنا من هو الاب. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو جعله لنا معروفا. الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله. ازاي؟ في وجه يسوع المسيح. اخوتي الاحباء، لازم نفهم الحقيقه دي. ليه بنكرز بالمسيح؟ ليه بنقدم المسيح للناس؟ لان الناس لما بتعرف المسيح بتعرف ربنا، بتفهمه، بتتصلح كل الصور المشوهة. الناس تظن لأن الله عظيم إذن متكبر. المسيح قال لنا الله عظيم لذلك فهو متواضع. متواضع. العظماء متكبرون. قال دي خرافة. العظيم الحقيقي مش محتاج يتكبر، العظيم يتواضع، ينزل للصغير. مش كده لما اتولد؟ اتولد في مزود، في زريبة بهايم، عشان يتحدى كبرياء الإنسان. مش كده في الجلسة الأخيرة غسل بيدي أقدام تلاميذه، عشان قال له العظيم هو من يخدم مش اللي يسود على الأنصبة. المسيح فاجأنا بأنه يعلن لنا إلها حقيقيا، مش وهميا يظنوه الناس بحسب مخيلاتهم، بحسب طبيعة البشر الفاسدة. المسيح هو اللي فهمنا أن ربنا بابا. طول الوقت بيكلم أبي 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 أبي. أنا مرات بعد عدد المرات اللي بيقول في أصح واحد أبي أبي الآب أبي الآب. عشان كده قال لنا ما تصلوا قولوا بابا بابا دادي يا أبا الآب. إذا كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة كان بالحريق. الآب الآب. إذا كنتم وأنتم أشرار بتحبوا أولادكم كده. الآب بقى يبقى إيه؟ الأب، الأب الحقيقي يبقى إيه؟ لن أستطيع أن أفهم الله، لن أستطيع أن أعرف الإله الحقيقي إلا في وجه يسوع المسيح. مجد ابنك عشان ابنك يمجدك. مش كده هو قال كده أنا أظهرت اسمك للناس. وآخر الصلاة دي بيقول عرفتهم اسمك. يعني إيه عرفتهم اسمك؟ اسمك إيه؟ ما قلناش اسمه إيه؟ اسمك يعني إيه؟ شخصك. أنا عرفتهم أنت مين وسأعرفهم وحفضل أقول لهم أنت مين. أنا اللي أقدر وحدي أعرف الناس من هو الإله الحقيقي. والحياة الأبدية أن يعرفوك، الحياة أن يعرفوك، وأنا الوحيد اللي أقدر أعرفهم أنت مين. ليه؟ لأني صرت لحما ودما، فيقدروا يشوفوني، وكلمتهم فيقدروا يسمعوني، وصرت متجسدا فيقدروا يلمسوني. عشان تعرف واحد انت محتاج تشوفه وتسمعه وتعمل ايه؟ وتلمسه. الابن صار جسدا ليعلن لنا الله. مجدني حتى استطيع ان امجدك. شاور علي عشان الناس يقولي، ولما يقولي هقول لهم انت مين فهيحبوك ويتعلقوا بيك ويعرفوك. سامحوني مسيحيين كتار حتى الآن،
صورة الله مشوهة في نظرهم لأنهم لم يروا الله في وجه يسوع المسيح. لذلك يعرفون الله بحسب أساطير البشر، بحسب صور المجتمع، بحسب تخيلاتهم البشرية، بحسب صورة الأبوة المشوهة في البيت، بحسب السلطة السياسية اللي موجودة في التاريخ، فيظنون الله هكذا. لا، عايز تعرف ربنا؟ اتفرج على المسيح. ده ربنا، ده ربنا الجمال والجلال معا، ده ربنا الأب، وبنشوف البنوة في ذات الوقت. مجدني لأمجدك، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. السبب الثاني ان ليه العقدة في المنشار، ليه الابن، ليه الابن؟ لأن صورة الله غير المنظور. لكن السبب الثاني انه الطريق للاب، هو الطريق للاب. خلي بالكم الفكرة دي، يعني مش بيوريني السكة، لا لا لا، هو مش مرشد سياحي، هو مش GPS بيقول لي خش شمال شمين شمال، تلاقي وصلت. كلنا دلوقتي ماشيين بالGPS. لا، هو مش سياحي، هو مش بيقول لي شمال ويمين، هو السكة نفسها. لما حب الكتاب يعبر عن الفكرة ديت، قال طريقا حيا حديثا، طريقا حيا حديثا، سكة توصلني، بس السكة دي مش أرض مسفلتة، حية حديثة. حديثة يعني brand new، غير كل اللي فات، غير الناموس، غير كل الناموس، غير الطرق القديمة اللي ما وصلتنيش لربنا. الطرق القديمة بتاعت الناموس وصلتني لحجاب يفصلني عن قدس الأقداس، ما أقدرش أدخل هناك كرئيس الكهنة، يدخل مرة واحدة في السنة ومعاه دم عشان خاطر يقدمه ويرشه على التابوت العهد مرة واحدة، ومربوط بحبل برة عشان لو مات يسحبوه لأن محدش يقدر يدخل. بص فبيقول طريقا حيا حديثا، أي بالحجاب، أي جسده. العلاقة بين الحجاب وبين جسده، إن المسيح على الصليب لما مات انشق حجاب الهيكل من فوق لتحت، ولا من تحت لفوق، من فوق لتحت. انت لما تشقه كده صح، هو تشق من فين؟ من فوق. وقال لما مات المسيح من أجلي حاملا خطاياي ودخل بدمه إلى الأقداس الحقيقية، مش هيكل سليمان، شق الحجاب اللي بيني وبين ربنا، الخطية، لأنه أخذها. فيقدر المسيح ياخدني من إيدي ويوديني لأبويا السماوي ويقول لي ده بابا. لنا ثقة بالدخول إلى عرش النعمة بدم المسيح. هو السكة، هو الحجاب الذي انشق ففتح الباب، هو الفادي الذي حمل خطيئتي، فأستطيع أن أقف أمام الله بلا خطية، بلا خطية، بلا خطية. مجد ابنك عشان ابنك يقدر يجيب لك الناس بتوعك ويبقوا أولادك، لأن ابنك هو اللي حمل خطاياهم، فيقدر يقول للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ويقدر يقول للمرأة العاهرة البروستيتيوت مغفورة لك خطاياك، ويقدر يقول لزكا اليوم حصل خلاص لهذا البيت. مش كده احنا عايزين نقدم المسيح، لانه هو اللي هياخد الناس ويوصلهم، مش احنا، مش الانجيل، مش الكلام اللي بنقوله، شخص في بنار الله الذي نحبه، شخص بياخد الناس بقتها ويوصلها الى قدس الاقداس وتدخل الى عرش النعمه وتجد رحمه وعونا في حينه. مرة تالتة ليه؟ لأن ما حدش فينا
شاف آدم الأول. ما حدش فينا شاف آدم الأول. حد فينا شاف آدم الأول. واللي اتكتب عنه سطرين ثلاثة. اللي نعرفه عنه إن ربنا قال له أدي الجنة اعملها واحفظها. هو اللي زرعها له ربنا. قال له اعملها واسقيها وخلي بالك منها وكل منها. وبعدين جاب الحيوانات قال له ادعوها بأسماء يلا عشان تعرف تنادي عليها. فتقول للحصان حصان يجي، تقول للحمار حمار يجي، تقول للأسد أسد يجي، كده تدعوه بأسماء. واللي انت هتدعوه هيبقى ده اسمه لما تندي عليه هيجي لك. ده كل اللي نعرفه عنه. ونعرف ان ربنا كان بيعدي عليه غالبا كل يوم الصبح ويقضي معاه وقت ويتمشوا في الجنة ويحكوا مع بعض. ما نعرفش كان بيعامل مراته ازاي، ما كانش لسه خلف، ما نعرفش بيعامل عياله ازاي، ما نعرفش كان بيعامل المجتمع ازاي، ما كانش فيه مجتمع، ما نعرفش انا لو بقيت ابن لله اعيش الحياه دي ازاي، ما اعرفش. لكن الابن الذي صار جسدا وعاش بيننا ترك لنا مثالا لنتبع اثر خطواته. فانا لما بشوف الله فيه وبحب ربنا، وأنا لما بيخدني من إيدي ويجعلني ابن لله الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أنا فهمت دلوقتي في المسيح كابن أعيش إزاي. شفته هو بيصلي إزاي، شفته هو بيخدم إزاي، شفته هو بيغفر إزاي، شفته هو لما بيحاول يوقعوا في الكلام بيرد بحكمة إزاي، شفته هو بيتعامل مع الكبار إزاي والصغيرين إزاي، هو بيتعامل مع السلطة ازاي، وهو بيتعامل مع بسطاء القوم. انا شفته، انا اتفرجت، انا شفته في جميع الاوضاع. انا شفته وهو للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكار، وهو ملوش بيت وملوش مكان. شفته والناس بتحتقره وبتهيئ. انا شفته والناس بتسجل. انا شفته في كل الصور. نهضة عظيمة حصلت في كنيسة لما واحد قرر قال هذه هو شعاري، ماذا كان يسوع يفعل لو كان مكاني. وكل واحد قال لمدة سنة هقول له روحي في كل حاجة هعملها لو كان المسيح مكاني كان هيعمل ايه، واشوف موقف مشابه في الانجيل واتعلم منه هيعمل ايه لو كان مكاني. تغيرت حياة الناس، تغيرت الكنيسة، وحصلت نهضة في المدينة لما الناس قررت تعمل اللي كان يسوع بيعمله. هو صورة الله غير المنظور، هو صورة الإنسان المخلوق على صورة الله، هو الفادي. عشان كده عايزين يسوع يزيد. بهذا يتمجد الآب، بهذا تخلص البشرية، لما يسوع يزيد. فهمنا؟ يبقى مش أنانية منه لما بيقول مجدني، لما بيقول مجد ابنك مش بيطلب المجد الروح، بالعكس، عشان يمجدك ابنك، عشان أقدر أقوم بالدور اللي أنت طلبته مني. طيب دورنا احنا ايه في الموضوع دوت؟ بتقول لنا الكلام ده ليه؟ ماشي، الاب يمجده والروح القدس يمجده ونبقى احنا نحاول نشهد عنه، بس واضح ان الدور الكبير هو الاب يمجده والابن يمجده والروح القدس يمجده، واحنا دورنا في الاخر قليل قوي، هنبقى نشهد عنه خلاص بقى خلصنا. لا متهيألي الموضوع اكبر من كده شوية. دورنا حاجتين. الدور الاولاني يبدو بسيط، بس هو الدور التقيل اللي متعلق بأن الآب يمجد الابن وأن الروح القدس يمجد الابن، اللي هو إيه؟ صلاتنا. هو صلاها مش كده؟ يعني إذن دي طلبة تطلب فتجاب، مش شيء هيحصل توماتيكي. لا، ما الآب يحب الابن ما يمجده ويخلصنا، وكل شوية كده صوت من السماء رعد ينزل على القاهرة، هذا هو ابن الحبيب لا اسمعوا يا أولاد الايه. أرجوكم نفهم المعادلة ديت
لأن ده اللي ممكن يغير التاريخ لو الكنيسة قامت بدورها. دور الكنيسة أن تجعل الآب يمجد الابن وأن تجعل الروح القدس يمجد الابن. ده دور الكنيسة عن طريق إيه؟ عن طريق الصلاة. وده اللي احنا قريناه في يوحنا 14. مهما سألتم باسمي ذاك أفعله ليتمجد الآب بالابن. نفس العبارة اللي قالها، مجد ابنك ليمجدك ابنك. فإحنا اللي بنصلي وبنطلب من الآب أن يشهد عن الابن، يشهد عن الابن الذات بآيات وعجائب. وده اللي صلت الكنيسة لما هددوهم، اجتمعوا ورفعوا بنفس واحدة صوت الله وقال انظر إلى تهديداتهم وامنع عبيدك أن يتكلموا كلاما بمد يدك ولتجرى آيات وعجائب. بيكلموا الآب ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. بالآيات والعجائب يشهد الآب عن الابن. فلما يمجد الآب الابن الناس تروح للابن، ولما الناس تروح للابن هياخدهم لمين؟ للآب. في سكة تانية؟ لا. ما فيش سكة تانية يا جماعة. الكنيسة مسؤولة أن تصلي هذه الصلاة اللي صلاها المسيح، أيها الآب مجد ابنك. والكنيسة الأولى عملت كده، صلت وطلبت الطلبة دي، والمسيح قال مهما سألتم باسمي من الآب يعطيكم، وأنا هعمله عشان يتمجد الآب بالابن. ده كلام كبير قوي، ده كلام كبير قوي. احنا بنستخدم الآية دي استخدام خاطئ، بنستخدمها مهما سألنا باسمه ذاك أفعله. ماشي، عايز عربيتين وفيلتين وزوجتين، قصدي زوجة واحدة وعيلين، ما بيحصلش. لأن هو مش بيتكلم هنا عن العربيات ولا الشقق ولا الفلل، وبيكلم الأعمال التي كنت أعملها تعملونها وتعملون أعظم منها عن طريق الصلاة. إذن الكارت بلانش ده يتعلق بالآيات والعجائب. لما تيجي الكنيسة بعد قرون تقول لا خلاص مش محتاجين الآيات والعجائب، خلاص احنا عارفين المسيح ابن الله. أيوة احنا عارفين والناس عارفة. لما الكنيسة تتنازل عن حقها فإنها تطلب من الآب أن يشهد عن الابن بعلامات في السماء وبعلامات في الأرض. ولما يحصل علامات في السماء نقول دي أرواح شرير. الكنيسة التي تعرف حقها ومسؤوليتها تستطيع أن تجعل الآب يشهد عن الابن. والكنيسة التي تعرف حقها وعارفة أن الروح القدس عايز يمجد الابن تقدر تديله الفرصة أن يمجد الابن. يمجد الابن في ضمائر الناس، فبنصلي ونقول روح الله اشهد في ضمائر الناس عن المسيح وأسكب مواهبك على الكنيسة. دول الحاجتين اللي بيعملوا الروح القدس، يبكت العالم على خطية وبر ودينونة، يبكت العالم ويهب المؤمنين مواهب روحية. ده دور الروح القدس، صح كده؟ يبكت ويعطي مواهب روحية، يبكت الخطاة، يبكت العالم على خطية وبر ودينونة، مش كده؟ على خطية لأنهم لا يؤمنون به، على بر لأن المسيح جاء، على دينونة لأن رئيس هذا العالم قد دين. ويمكن الكنيسة بمواهب روحية تشهد عن المسيح. مين اللي هيعمل كده؟ الكنيسة. عن طريق ايه؟ عن طريق الصلاة. عن الصلاة هنقول له بكت القلوب، فهيبكت القلوب. وده اللي بنشوفه في النهضات، بنقعد نصلي 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 ان ربنا ينخص القلوب، بنلاقي الناس نخصوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل لكي نخلص. ما بنصليش الناس ما بتتبكتش، بنصلي الناس بتتبكت. يعني عربيات صلاتنا تجعل الله يتدخل وعدم صلاتنا تجعل الله صامت. نعم نعم نعم. وتشهدون أنتم أيضا. لما الكنيسة دي تقول خلاص ما فيش مواهب روحية مش محتاجينها، خلاص
العصر تقدم وفي موبايلات وفي لاسلكي وفي ساتلايت. مش محتاجين مواهب روحية، مش محتاجين مواهب علم، ومش محتاجين نبوة، مش محتاجين مواهب شفاء، مش محتاجين مواهب الروح القدس التسعة اللي بيتكلم عنه كورنثوس. تبقى مش دي خيبة تقيلة؟ بيقول الكتاب شاهدا الرب معهم بآيات وعجائب، شاهدا الرب معهم بآيات وعجائب ومواهب الروح القدس. احنا مسؤولين على ان الاب يمجد الابن، احنا مسؤولين ان الروح القدس يبكت القلوب ويمكن الكنيسة بمواهبه عشان تشهد للمسيح. ما كان يميز هذه الكنيسة هو اجتماع الصلاة وروح الصلاة. حزني السنة الماضية بالذات اجتماع الصلاة ما ليقل، واللي بيجي يصلي بيصلي عشان العيانين والتعبانين والمساكين والمش لاقي شغل. مش بنصلي الصلاة ديت اللي صلاها أيها الآب مجد ابنك، أيها الروح القدس مجد يسوع، اسكب روحك على الكنيسة، املأ الكنيسة بمواهبك، امسح الكنيسة بسلطان وبقوة وبمواهب وإخراج شياطين وبكلام علم. عايزين يسوع يزيد صلي. فرحة قلبي وأنا مسافر الشهر الماضي قبل رأس السنة، لجنة الصلاة قررت إذا كان يوم الاثنين يمكن مش مناسب لناس كثيرين هنعمل ليلة صلاة يوم الخميس. فالخميس الأخير من الشهر كانت ليلة صلاة من الساعة 8 للساعة 11، وناس كتير قالت متأخر علينا 8، قلنا عشان كل الناس تبقى خلصت والخميس ده يوم إبليس فبتبقى زحمة والناس خارجة، فيبقى الساعة 8 كله خلص ونتلمع بعض ونتدفى مع بعض. كنت خايف الناس ما تجيش. حاجة غريبة حصلت، الكنيسة كانت مليانة عن آخرها تحت 8 ل 11. روح صلاة عجيب، حضور إلهي مجيد. الناس بعتت لنا قالوا لنا ربنا موجود، حضور ربنا خيالي. كانت مايدة والناس اتناولت بيقولوا زي ما عمرنا ما اتناولنا قبل كده. كم واحد كان موجود في الليلة دي؟ بقول صح أنا ما كنتش حاضر يعني؟ صح بقوله. هنعمل تاني الخميس الأخير من الشهر، وإن شاء الله هنعمل كل خميس السنة دي. عايزين نرجع نصلي. ولو مرة في الشهر، بس مش عايزين الكنيسة تتملي، عايزين الشارع يتملي. وحنشوف ساعتها يسوع بيده. بيقولوا أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. الدور الثاني الدور الأولاني الصلاة، الصلاة اللي بتجعل الآب يشهد عن الابن وبتجعل الروح القدس يمجد الابن. الدور الثاني دورنا إحنا أن نشهد. نشهد بإيه؟ بحاجتين، نشهد بحياتنا وبكلامنا. البعض بيختار واحدة من الاثنين، فإما هو كلامنجي فطول النهار يتكلم الناس عن المسيح وحياته هشتك بشتك فعمل عصرة في كل حتة، وكلم عياله صلوا يا أولاد شافيه توبوا يا أولاد، وهو أب يعني فالبعض كلامنجي بيكلم كتير عن المسيح وحياته أبعد ما يكون عنها شهادة للمسيح، والبعض بيقول أنا أعيش حياة مظبوطة وتصرف صح، لكن الكلام بيجيب مشاكل بقى ونتكلم ويقول لك مش عارف إيه وبتعملوا إيه وبتاع ومين ينده لنا نص الليل. يعني بقى أنا مش عايزين نخش في مشاكل خالص خالص. اللي عايز يعرف يبقى يعرف، واللي عايز مش عايز يعرف عنه ما عرف. إحنا عايزين نكون إحنا فقط بنشهد بحياتنا للمسيح. هو يا ده يا ده، هو يعني ما ينفعش اثنين؟ ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به.
الأصعب الأولانية إن أنا أعيش، إن أنا أعيش الإنجيل. في العصر الأول ما كانش الإنجيل اتكتب، اللي معانا ده الأناجيل الأربعة والرسائل ما كانتش موجودة، كانت لسه بتتكتب، ما اتجمعتش أصلا، وبعضها اتكتب بعد ما الكنيسة كانت موجودة. وكان الكنيسة لما بتقعد بتقرأ بتقرأ في العهد القديم وبتسمع تعليم الرسل بيقولوا لهم اللي المسيح قاله، ما فيش إنجيل مكتوب، في كلام بيسمعوه وبعدين الكلام اتكتب وتحول إلى أناجيل أربعة اللي بتحكي عن المسيح وأعمال الرسل، قصة الكنيسة والرسائل إلى الكنائس التي تأسست، كتبها بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب. لكن كان مين الإنجيل اللي متاح للناس في ذلك الوقت؟ كان حياة المؤمنين. بولس بيبعت ويقول لهم أنتم رسالتنا مقروءة ومنظورة من جميع الناس. أنتم رسالتنا. بس القوة. أنا تلميذ المسيح وشايل المسيح، فبعيش في شغلي وفي عملي ومع الناس المسيح. فالناس بيقول أنت عايش حاجة مختلفة، أنت مين؟ أنا تلميذ المسيح. الحياة دي بتاعت مين؟ دي حياة المسيح فيا. ده الإنجيل. الإنجيل هو المسيح. ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، فأنا بعيشه، فالناس بتشوفه. لما بعيش اللي قاله المسيح الناس بتصدق، واحد، إن الكلام ده عملي يتعاش. اتنين، بيفهموه لأنهم شايفينه. تلاتة، بيسألني أنت إزاي كده؟ سهل قوي اشاور له عن المسيح، بس المسيح غير حياتي. اللي بتكتب على الكنيسه الاولى كانت لهم نعمه لدى اعين جميع الشعب. كل الناس بتفرج عليهم مش قادرين ينضموا لهم لان هم هيضطهدوا، لكن كلهم بيدوا تعظيم سلام لان اللي شايفينه ده معجزه. معجزة ان كل واحد منهم عايش حياة مختلفة تماما، والمجتمع ده بيحب بعضه وقابل بعضه، الكبير والصغير والغني والفقير، بطريقة المدينة الفاضلة اللي اتكلم عنها أفلاطون ومحدش شافها، صنعتها الكنيسة الاولى، مش عن طريق نظام سياسي، عن طريق حضور المسيح بشخصه بروحه في حياة هذه الجماعة. احنا نقدر نشهد على المسيح، وزي ما تجسد المسيح فصار منظورا ومسموعا وملموسا، الكنيسة تستطيع أن تجسد المسيح فيصير المسيح منظورا ومسموعا وملموسا فيؤمنون. الآب يمجد الابن بالآيات والعجائب، الروح القدس يمجد الابن بأنه ينخص القلوب ويعطي الكنيسة مواهبه، والكنيسة تستطيع أن تمجد الابن إنها تعيش حياة المسيح فيزيد المسيح. طب أنا لو عشت حياة المسيح هتبهدل، بجد؟ ولا هيكون عندك كرامة ومهابة واحترام تقدير؟ أكان المسيح ضعيفا ولا زعيما؟ أكان المسيح شخصية متوارعة الأنظار أم التف الجميع حوله لينظروه ويسمعوه؟ مختلف. لو عشت المسيح في الشغل بتاعك هيحصل ايه؟ الناس هتتلمع حواليك، واللي عنده مشكله هيجيلك، واللي متخانق مع مراته هيجيلك، والعيان هيجيلك، والملبوس بروح شريره هيجيلك. من وضع في اذهاننا ان الحياه المسيحيه خساره؟ من وضع في أذهان أن الحياة المسيحية تحتقر؟ الحياة المسيحية تضطهد لكنها تحترم وتجعل لك مهابة
زي دانيال، زي يوسف، زي الفتية الثلاثة، ويتقال فيهم روح الإله القدوس. الناس دي معها حاجة تانية خالص غير بقية البشر. وتشهدون أنتم أيضا، أنتم شهودي يقول الرب. لكن مش بس نشهد بحياتنا، نشهد بشفاهنا، شفاهنا. الحياة المختلفة هتكلم عن الناس تيجي تسألك عن سر الرجاء الذي فيك. انت ازاي وسط العاصفة دي جاي الكنيسة؟ انت ازاي وسط الظروف دي مطمن وآمن؟ انت ازاي وسط الغلاء ده مكتفي ومسبح وفرحان ومش متزمر؟ اتمنى تكون كده ولا متزمر. في حاجة يسألوك عن سبب الرجاء الذي فيك، فلما يسألك لازم تكون جاهز بالإجابة ولا ايه؟ لك انا ما بعرفش اتكلم، انا لست بتاع كلام. انت حضرتك تروح الكنيسه، هي هناك 7 شارع الشيخ ريحان مقفول، هتلف ورا تخش اسمه ايه اللي ورانا ده، احمد عبد القادر حمزه، تخيل نسيت عنوان الكنيسه. هناك بقى تحضر الاجتماعات، تشوف القسيس، تشوف الخدام. انا ماليش دعوه بالحكايه ديت، لا. مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم. لازم أبقى مستعد ومجهز نفسي وعارف السؤال وعارف الإجابة ومذاكر. ويا ما قلت الحكاية دي، اللي عايز الملخص عندنا برنامج اسمه من حقك تفهم، 30 ساعة كده فيها أسئلة الناس وفيها الإجابات. عارف في الامتحانات اليومين دول يقول لك بدل ما تقعد تذاكر كل المنهج امسك الامتحانات اللي فاتت كلها وشوف الأسئلة والإجابات، احفظ الإجابات، هي مش هتخرج من الامتحانات بتاع 10 سنين اللي فاتت. حضرتك ناس كتير قوي بتجيب درجات نهائية بسبب إنها بتذاكر الامتحانات مش المنهج. احنا حاولنا نساعد الإخوة المؤمنين وعملنا نفس الحكاية دي، 30 ساعة فيها تقريبا الأسئلة اللي الناس بتسألها والإجابة. طب أنا ما عنديش وقت أذاكر الحكاية دي. الحاجة الجميلة إن الناس كتير من التقى بيهم المسيح، منهم المجنون ده بتاع كرة الجدرين اللي كان فيه لاجئون، وأهل المدينة جم للمسيح لما شافوا اللي حصل مع الخنازير، وده المجنون بقى عاقل ولابس وجالس، قالوا له اخرج من تخومنا. انا المشهد ده بيجنني، بيقول للبشر كده، ومعين يهود والخنازير عندهم اهم من المجنون. يعني الخنازير اصلا طبقا للشريعه بتاعتكم دي نجاسه، والمسيح خلصكم منها ورماها في البحر. يا اولاد الذين امنوا بتوع اليهود انتوا، يعني فاهم؟ فانت زعلان ليه على الخنازير؟ يعني لا، الخنازير أهم من المجنون ده. المجنون ده مجنون على روحه، احنا مالنا بيه؟ وبعدين قاعد وسط القبور. مشكلتنا بس لما بندفن الناس مش عارفين نعمل ايه، لكن غير كده قادينا عايشين. بس الخنازير دي بنجيب منها جامبون ومورتاديلا مش عارف كان ايامها ولا لا. قال له اتبعك يا سيد، قال له اذهب خبر بكم صنع ربك ورحمك. إذا أنت عرفت المسيح، المسيح عمل حاجة في حياتك، إذا أنت عايش مع المسيح كل يوم بيعمل حاجة في حياتك، صح؟ كل المطلوب منك تخبر بكم صنع الرب بك ورحمك. خلي بالكم من اللي هقوله دوت. قوة الشهادة أني أشهد للمسيح، مش أني أجاوب الأسئلة. قوة الشهادة أني بشهد عن اللي عمله معايا. الرجل الأعمى ده كان أعمى فتح، جابوه حكموه، قال لهم بصوا انا اعرف حاجه واحده، انا كنت اعمى وبقيت مفتح. اسالوا اهلي، جابوا اهله، اتولد اعمى فتح اهو مفتح. يجيبوا اصحابه، الراجل ده كان اعمى عمل ايه؟ فتح. يضربوا كف على كف، مين ابصر؟ قال لا هو يسوع اللي انتم مش مؤمنين بده هو اللي عمل فيا كده. القصه لا يستطيع احد ان يقاومها. المسيحيه قصه حقيقيه وليست اسطوره، ان الكلمه صار جسدا وولد في بيت لحم في عهد بيلاط، في عهد هيرودس، ومات وقام في عهد بيلاطس. قصة حقيقية تاريخية لا تستطيع أن تقاومها.
true story. عارف لما تتفرج على فيلم ويقول لك based on a true story, مبني على قصة حقيقية, وبعدين يجيب لك اسم الشخص دوت وحكايته, هو موجود فين دلوقتي وبقى مش عارف ايه ومتجوز ومع مين. true story. ما بتتفرج على فيلم true story غير لما تتفرج على فيلم خيال, خيال علمي او قصة رومانسية ملهاش ارض بالواقع. الحياة المسيحية قصة حقيقية لإله حقيقي جاء إلى العالم وبيأتي إلى حياتي وبيغير حياتي. فلما بحكي عن اللي عمله في حياتي محدش يقدر يقول لي أو لا, مش موضوع مناقشة. أنا بحكي لك إيه؟ حدث اليوم معي كذا وكذا. فبيخترق قلوب الناس. الديانات التانية كلها بتتكلم عن عقيدة, عن فكرة. احنا بنتكلم عن شخص بيصنع امور في حياتنا بنشهد عنه وعما صنعه معنا. لو ما بيعملش حاجة معاك يبقى المسيح مش موجود في حياتك. لو ما غيركش يبقى انت معرفتوش. اذا انت مش بتختبره في حياتك اليومية يبقى انت مش عايش معاه. لو انت تعرفه يبقى غير حياتك. لو انت عايش معاه يبقى بيصنع معاك امور عظيمة. احكي للناس هو بيعمل معاك ايه. بس خبر كم صنع ربك ورحمك. دي اكتر حاجه بتاثر في الناس. لما اندراوس راح لبطرس وقال له وجدنا المسيح, تعالى وانصر, تعالى وانصر. لازم عندك الرغبه انك تتكلم. ولو انت عايش مع المسيح عندك حاجة تقولها. ولو انت بتذاكر لما هيسألوك عندك إجابة. التقيت قريب بشخص جميل جدا متقدم في مجاله, جاي يسألني عن بعض الحاجات في اللاهوتيات وعن الثالوث وكفارة, وقعدت اجاوبه بالاجابات الموجوده في من حقك تفهم ديت ازاي بنقدر نشرح الثالوث بمنتهى البساطه 1 2 3 4 وازاي بنشرح الكفاره. وقعدت اديله ورق كده صغير. قابلته قريب قال لي حل مشاكل ما خلصنا بنجيب من الاخر 1 1 = 2 مش 2.5. يا اخوه احنا عندنا اجابات مذهله. الناس عندها أسئلة وتظن أن ليس عندنا إجابة. وتشهدون أنتم أيضا. هو ده التحدي الحقيقي. أنت عايز المسيح يزيد؟ مستعد أن تتناصر؟ أنت مستعد أن السنة دي الآب يشهد عن الابن بصور غير المعتادة, والروح القدس يأتي برؤى وأحلام وينخص القلوب في ملايين البشر, والكنيسة بدل ما عمالة تتخانق واليومين اللي فاتوا والخناق والخبط والرزع تبقى كنيسة واحدة بتحب بعضها. مش عايز أطول في الكلام. تجسد المسيح في حبه وتواضعه. يسوع يزيد. يسوع يزيد. وسنرى عجبا في إيدنا. مش هيحصل لوحده. هيحصل لما نصلي ونعيش ونشهد. لما نطلب نجد. ولما نقرع يفتح لنا. مش هيفتح من غير ما نقرع. مش هنجد من غير ما نطلب. خلونا نقف ونصلي مع بعض. الترنيمة الجميلة اللي كانت شعار المؤتمر ده اللي صلاها المسيح عايزين نقولها. كلمات بسيطة قوي. أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك. عايزين السنة دي كلها هو يزيد وأنا أنقص,
هو يزيد. يزيد أن الآب يمجد الابن، يزيد أن الروح القدس يمجد الابن، يزيد أن الكنيسة تمجد الابن، وأنا وإنت ننقص ونفسح المجال ونديله هو الحق دهوت أنه يبان ويستعلن في جماله وجلاله، ويستعلن في فدائه، ويستعلن كالمثل والقدوة اللي ممكن تغير حياة الناس وحياة المجتمع، وتأتي بالمصالحة والسلام للقلوب المنزعجة والخربة والخاوية. أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك. تركيزي السنة دي ديت ان يسوع يستعلن، ان الاب يشهد عن الابن بآيات وعجائب وعلامات في السماء وعلامات في الارض، ان الروح القدس يشهد عن المسيح في ضمائر الناس، في منامها، في صحيانا، ان الكنيسة تشهد عن المسيح بحياتها وبكلامها. غمض عينيك وصلي الصلاة ديت، قول له عايز يبقى ده شوق قلبي يا رب، مش منحصر في نفسي وفي مشاكلي، مش منحني في ضعفي ومهزوم في تجربي، عايز صلاتي تبقى صلاتك، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، عايز أشواق قلبي تتناغم مع أشواق قلب المسيح، عايز أصدق إن صلاتي هتعمل فرق وحياتي هيعمل فرق. زيد يا رب، زيد زيد، ونقصني ونقصني ونقصني، أتصغر في عيني وتزيد أنت في عيني، تزيد أنت في عينين الناس حتى لو اختفيت أنا من الصورة. Yeah.
تفتح بقها وهي بترنم وتخاف تفتح بقها وهي بتصلي، مع انه قال افغر فاكا فاملأه. التنيمة اللي جاية دي جميلة قوي، بتقول علي صوتك، علي صوتك، نداء جميل جدا، علي صوتك بالتسبيح. يعني لما التفح حواليه عايزين يبقى اخر حاجة عندنا عشان يستاهل، عشان يستاهل. لما بتفرج على ماتشات الكرة بالذات في الأوروبية والجمهور ازاي والفريق بتاعه مغلوب ومتبهدل وستة صفر كده مثلا وعملين يهتفوا ويشجعوا، بقول يا لهوي أمام الملك المنتصر، أمام ملك الملوك، ده احنا لا ده احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي 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 قوي. علي صوتك، لما تعليه هنا هيعلى بره، طول ما هو هنا واطي بره هيبقى سكتم بكتم، عارفين سكتم بكتم، هيبقى زب كده. افغر فاك، افغر فاك فاملأه، املأه تسبيح وحمد في محضره، واملأه شهادة وسط الناس. كلم الناس عنه مش عنك، ما تكلموش عن خطاياهم، ما تقولوش بطل سجاير، ما تقولوش ما تشربش حشيش، سيبك من الكلام دوت. ما تكلمش الناس عن خطاياها، ما تكلمهمش عن عيوبهم، ما تقولوش انت خاطي، مالكش دعوه هو خاطي ولا لا، ما تقولوش انت وحش، كلموا عن يسوع. شوف انت فاهمين الفرق بين الاثنين، في فرق الاثنين. احنا عايزين نكلم الناس عن خبر بكم صنع الرب بك ورحمك، وتشهدون أنتم أيضا. أنت مش الروح القدس اللي بكت الناس على الخطية، حضرتك مش الروح القدس، ها؟ هو اللي بكت الناس على الخطية وعلى بر وعلى حضرتك بتشاور على المسيح. علي صوتك بالتسبيح وغني وانشد للمسيح، علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح،
الأسبوع الأول من السنة، احنا عايزين السنة كلها، كل يوم الصبح، كل يوم الصبح أول ما تصحى قول هو يزيد وأنا أنقص. كلمة عيب أو أي حاجة يعني حلوة لما أقولها كده، شو قولها تاني كده، قولها كده، هو يزيد وأنا متضايق ولا مرتاح وانت بتقولها؟ مرتاح الحمد لله ماشي. فأنا كل يوم الصبح هعمل كده وبعدين هفتكر عشان هو يزيد، فأنا هعمل حاجتين، أنا بصلاتي حرك الآب والروح القدس مش كده، وأنا بحياتي وبكلامي بشهد عن المسيح عشان هو يزيد. نعمل إيه؟ أنا بصلاتي بعمل إيه؟ الآب يشهد عن الابن والروح القدس يمجد الابن، وأنا بشهادتي بشهد بحياتي وبإيه؟ وبكلامي. جرب كده لمدة 40 يوم، من النهاردة 40 يوم، كل يوم الصبح تصلي الصلاة دي، جربها هتلاقي نفسك كل يوم مدى العمر بتصليها حياتك هتتغير، الناس اللي حواليك هيتغيروا. غمض عينيك وخد عهد كده على نفسك انك هتجرب تعمل كده 40 يوم، هو يزيد أنا أنقص، عشان تزيد هصلي أن الآب يشهد للابن وأن الروح القدس يمجد الابن ويشهد بحياتي وبكلامي عن الابن. مجد فتاك يسوع يا رب، يعرف الرب في مصر، يعرف المصريون الرب، يعرف المصريون الرب. آمين. نعبد الله بتقديم عطيانا. بنذكر حضراتكم بتعهدات الشهرية في طريق خروجنا مع أخونا باسم أونسي، اجتماع مساء الأحد برحب بضيوف جدد في طريق خروجنا في القاعة السفلية على يدنا اليمين، هتلاقي ناس بترحب بيك بتتعرف عليك، لو عندك طلبة صلاة واحتياج للصلاة بعد الاجتماع هتلاقي خدام وقادة الاجتماع موجودين تحت المنبر يصلوا معاك. إعلان عن الدورة الدراسية للمخطوبين ومتزوجين حديثا حتى 5 سنوات، هتكون الفترة 16/2 لمدة 8 أسابيع حتى 6/4. الحجز على موقع الكنيسة، الأولوية هي بقية الحجز. مازال كتاب فرح الحصاد موجودة منه نسخ اللي حب يقتنيه، بيتكلم عن رحلة من العطاء خلال 35 سنة، كاتبه الأسيس عاطف سامي، موجود في مكتبة الكنيسة. إعلان مهم جدا، قالوا لنا الأسيس سامح على ليلة الصلاة يوم 31 يناير الخميس الأخير من الشهر، هنكون من الساعة 8 للساعة 11 مساء. لو ابنك أو بنتك أول مرة يجي في مدرسة أحد نستأذنك تاخده من قاعدة مدرسة الأحد. مجلس الكنيسة بيعلن عن فتح باب القبول عضوية الكنيسة، لو حابب تملأ أو تنضم للاجتماع للكنيسة نرجو أنك تتوجه لمكتب الاستقبال في طريق خروجنا، تملى استمارة وتديهم صورة وتديهم صورة من البطاقة الشخصية. لجنة العلاقات الزوجية بالاجتماع هتقدم موضوع مهم جدا، إزاي نتخانق ونبقى حبايب، يعني إزاي تتخانق بطريقة شرعية وتبقى يعني زي الفل وتناموا كويسين جدا. هنكون الساعة 5:30 يوم السبت 2 فبراير بشرط أنك حضور الخاطبين معا أو الزوجين معا. الحجز في طريق خروجنا احنا وخارجين. يعلن اجتماع الشباب عن احتياجه لدعم لمؤتمر جامعة، فلو ربنا شغلك بأي تبرع تقدر تشجع بيه الشباب، انتوا عارفين الشباب جامعة كلهم بياخدوا مصاريف وفلوس من والديهم، نقدر نديهم يد ونشجعهم في طريق خروجنا عن تربيز الاستعلامات لو حابب تتبرعهم. فخلينا نقف مع بعض واحنا بنختم اجتماعنا. رسالة أعطيتني يا سيدي أن أخبر الملا عن الحب العجيب
بعدها جانب الأسيس سامح كوب بيختم لنا اجتماع الصوم. رسالة أعطيت لي يا سيدي أن أخبر الملأ عن الحب العجيب، وقلت لي أن الطريق شائك، وقلت الزعابير والبرد انا هقف اسلم على الاحبه اللي يحب يسلم عليا، انا مش بقدر اعمل كده دايما، فانا عايز اكرم الاخوه الاحباء اللي جم في الظروف ديت واحييها واحد واحد، اقول له برافو عليك، انت لا تخضع للطقس ودرجات الحراره لكن غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عاده. ارفعوا ايديكم وصلوا معايا لاجل الطلبات ديت. انت قلت اسألوا تعطوا، واحنا جايين نسأل يا رب من جودك ومن نعمك ومن سخاء عطائك يا رب. انظر لاحتياجات اولادك وبناتك، انظر للمرضى، انظر للحزانة، انظر للمتألمين، انظر للمجربين، انظر لكل احتياج مادي يا سيدنا الرب. قلت انك تعطينا حسب غناك في المجد، قلت انك تعطي بسخاء ولا تعير، واحنا بنحمل الطلبات دي امام عرش النعمه في دم المسيح، في صليب المسيح، معونه ورساله وشفاء وتعزيه سماويه يا سيدنا الرب. اسمعنا ونحن ندعوك بدله البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد، ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الآن وإلى كل الدهور. آمين.